اللي بعده بقى ما فيهوش مساعده من بابا وماما، فنركز بقى كده. هنخش على صح وغلط. اوكي، محمد النني لاعب مصري محترف في الارسنال، صح ولا غلط؟ صح طبعا. رياض محرز لاعب جزائري يلعب في ليفربول، صح ولا غلط؟ انتوا بنات يا حرام، يلا حظكم. صح ولا غلط؟ في وسيله مساعده. ها بابا شايفاك، شايفاك على فكره، والكاميرات كلها شايفاك، يعني البيوت المصريه شايفاك. ايه يا ماما؟ ها عايزه وسيله مساعده ولا تقولي صح وغلط بالصدفه؟ غلط؟ ماشي يا هاديه، عرفت بقى، عرفت انت جيتي ليه النهارده. ماشي اوكي. طيب، الخامات من الزجاج لا يمكن اعاده تدويرها واستخدامها مره اخرى، صح ولا غلط؟ غلط. غلط، برافو. بنعمل طبعا ريسايكلينج للازاز، برافو جدا. طب هنا ركزوا، اعاده التدوير هو التخلص من الاشياء التي لم نعد نستخدمها، تخلص منها خالص، صح ولا غلط؟ غلط طبعا، غلط. ماشي، من المعالم السياحيه في الاسكندريه قلعه صلاح الدين، صح ولا غلط؟ بابا شايفاك، برافو يا محمد، انت مذاكر، ها بتذاكر انت دراسات، برافو. ماشي، هنا بقى، من المعالم السياحيه في اسوان معبد فيلة، صح ولا غلط؟ غلط. طب امير، امير راحته، ها راحته طب بس اهدى اهدى، رحتيه فاكره اما رحتيه؟ رحتيه فين؟ كان فين معبد فيلة؟ ما اعرفش. يا نهار، ما اعرفيش ايه؟ بابا اسوان. بابا فاكره اما رحتوا اسوان؟ ايوه فاكره. طب كان في هناك معبد فيلة، فالاجابه صحيحه ان شاء الله. ماشي، خش على اللي بعده ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا نتحرك؟ عايزين نتحرك ولا نخش على اللي بعده؟ نتحرك عشان انتوا نايمين.